هلو، معكم إيهاب حسون من جامعة المنار بطرابلس. اليوم رح يكون أول ديزاين لفيرست أنتنا وهالف ويف دايبول أنتنا. رح نستعمل يوزنج سي اس تي سوفتوير، رح نعمل ديزاين ورح نشوف الكالكوليشن وكيف رح نعمل ريزونانت لفريكونسي. طيب، أول ما تفتح السي اس تي عندك رح يبين عندك هذا الشكل. نحن رح نفذ كرييت بروجكت، رح ننقي مايكروويف اند راديو فريكونسي اند اوبتيكال. رح يبين عندك كل هول، رح ننقي الانتنا، نفس نكست، ننقي الواير لانه الهالف ويف لينكس هو من نوع الواير، نفس نكست. نحن رح نشتغل تايم دومين، هول اليونت رح يكون ستاندرد نتركه مثل ما هن، انه الدايمنشن بالمليمتر والفريكونسي بالجيجا هرتز. نحن الفريكونسي اللي رح نشتغل عليها رح تكون 2.5 جيجا هرتز، فانا رح اخذ 2 مينيموم فريكونسي والماكسيموم رح تكون 3. نحن بدنا الاي فيلد، الاتش فيلد والفار فيلد. خلق كل شيء انا كتبته قبل، نفذ فينيش. خلينا نتعرف شو هو الهالف ويف لينكس دايبول. ال اللي هي لامدا اوفر 2، بنلاحظ بين اول مونوبول وثاني مونوبول في جاب، محل ما بدنا نغذي الانتنا. عندك الدياميتر اوف واير اللي هي دي، هلا رح نشوف الفورمولا لكل وحده منهم. بتطلع عنا هذا الشكل. انا رح اعمل ريزت فيو لاقدر اشوف شكل مظبوط. بالفيو رح شيل الباوندينج بوكس ورح ظبط شوي الشكل ليكون واضح عندي. بالزد برجع بعمل روتيت ان بلين، صار هلا تقريبا واضح اكثر لالي. استحكم بس بالشغل. اذا بتلاحظ هون بالكومبوننت منه مخلوق عندي شيء، بالماتيريا عندي الباك والفاكيوم، والبورت ما عندي شيء. انا هون رح ظبط شوية باراميتر ليست مشان يضلوا واضحين عندكم. نيم، اول شيء انا بدي اللامدا. كل شيء معلومات عندي هلا على الهالف ويف لينكس هي فريكونسي ايكوال 2.5 جيجا هرتز. طيب بدنا اللامدا في هوم ماكروس كالكوليت كالكوليت ويف لينكس. افتح عندي هالكالكوليتر للويف لينكس. انا رح اعطيه فريكونسي 2.5، الابسلون والميو نحن بالهواء ف1 ب1، قلو اوكي. قال لي الويف لينكس هي 119.92 مليمتر. اوكي لامدا لامدا هي 119.92 مليمتر، واليونت نحن مثل ما قلنا هي مليمتر ستاندرد. تاني شي انا بدي طول الانتين بشكل عام. طول الانتين اللي هو L هو لامدا اوفر 2 لانه نحن عم نشتغل هالف ويف لينكس، فهو لامدا اوفر 2. عندي الراديوس اللي هي دي اوفر 2 دياميتر اوفر 2 بتساوي لامدا اوفر 1000. لما بتشتغل بالديزاين للهالف ويف لينكس انتنا رح يبين عندك الراديوس. طيب انا بدي الجاب. هلا الجاب بتساوي ال اللي هو طول الانتن اوفر 200. طب انا عرفت هالباراميتر وبعدين رح احلكم ليش. هول الباراميتر كلهم تعرفوا عندي. هلا بنفوت على الموديلينج. انا بالموديلينج هلا بدي اخلق اول مونوبول بس السيركلر سايلندر. السيركلر سايلندر اسكيب مثل ما قايلنا سميه مونوبول. انا بدي اياه على الزد دايركشن. الاوتر راديوس اللي اعطيه هو الار. الانر راديوس انا اذا كان بدي هالواير مفرغ من جوا فبحط فاليو للانر راديوس. هلا ما بدي. الواي سنتر اللي اعتبره زيرو، الاكس سنتر كمان زيرو، الزد مين اللي اعتبره الجاب اوفر 2، Z max رح اعتبرها هي ال L over 2 يعني لامدا over 4. انا الماتيريال رح نقيها باك، واجمالا اكتريته بيكون باك. perfect electric conductor preview بين عندي الانتين. اوكي خلينا نعمل فيو لنشوف الانتين بوضوح اكتر. نعمل زوم زوم، رح اعمل روتيت. اوكي طيب خلينا هلا بنلاحظ عند الكومبوننت. خلق عندي مونوبول والماتيريال باك مبينه،
بورتال مثل ما هو. اوكي طيب، انا فيني عندي طريقتين لاعمل اخلق مونوبول تاني. فيني اخلقه بطريقه مثل ما خلقنا اول المونوبول، فوت على الموديلينج سايلنت سيركولر سايلندر، ارجع اعمل واحد جديد. وفيني طريقه تانيه مونوبول ترانسفورم بيخلق عندي هالشكل، او على المونوبول رايت كليك ترانسفورم طلع عندي كمان هالشكل. طيب انا في اس ميرور لاعمل ميرور لهالمونوبول اللي عندي. في شيء كتير مهم هون انه انا اذا بفس كوبي او لا. انا اذا بدي اعمل ميرور والغي الشيء القديم بفس على الكوبي بتركها فاضيه. اذا كان بدي اعمل ميرور او روتيت او سكيل او ترانسليت بفس على الكوبي مشان يدل عنده نسخه للقديم ويعمل لي الواحد جديد. اوكي انا ليش اخذت قبل من الجاب اوفر 2 لللامدا اوفر 4؟ لانه الشيب سنتر رح اتركه 0 0 0، يعني انا مشيت جاب اوفر 2. هلا انت لما بدك تعمل روتيت مشي لي الجاب اوفر 2 الثاني، والميرور رح تكون على الزد دايركشن. بس بريفيو اذا ملاحظ خلق عندي المونوبول الثاني، بس اوكي خلق من نفس الماتيريال. انا رح اعمل رايت كليك ريزت فيو، رح ارجع اعمل زوم على هالنقطه اشوف المونوبول بشكل اوضح. طب خلينا نشيل الوركينج اكسس، هذا هو المونوبول اللي عندي. خلينا هلا نغذي هالهيلف ويف لينكس دايبول بالاثنين مونوبول. يعني فوت على شيء اسمه سيميليشن، في عندك هون بيك بوينت، في بيك سيركل سنتر. انا بدي نقي السنتر لاول مونوبول والسنتر لتاني مونوبول وغذيهم بالجاب. يعني بيك سيركل سنتر، فاز دبل كليك على اول ايدج، برجع بيك سيركل سنتر دبل كليك على تاني ايدج. هلا في شيء هون اسمه ديسكريبت بورت، بنقي بيقول لي بدك على 50 اوم اوكي، والبورت هو اسمه 1 بس اوكي. ملاحظ هلا بالبورت خلق عندي شيء اسمه بورت 1، وهون في عندي مونوبول مونوبول 1 وهون بورت 1، والماتيريال مثل ما قلنا زادت الباك. كان فينا ان احنا نعملهم كور ماتيريال، وهون تزيد عندك ماتيريال اللي هي الكور. اوكي خليني هلا اعمل سيت اب سولفر لنشرح عن الاس اس 1 اس 1 1. خلا هون عندي اكوريسي هي -13 دي بي، انا فيني كبرها او في صغرها هون حسب الوقت، بس -13 دي بي اجملها منيحه. ستارت هون عم يعمل لي الكالكوليشن، ننطر لنشوف. ملاحظ هو عم يعمل كالكوليشن، عم يخلق عندي ال 1 دي ريزلت 2 دي ريزلت الفار فيلد ريزلت، هلا بيخلقوا التيبلز اكسل. وهون كل حسب الاونتين وحسب حجم الاونتين وغيره بيلعب دور الوقت يلي بتاكله سيميوليشن. انا عم يعمل كالكوليتنج، قال لي خلصت العمليه للزد والواي والبي اس دبليو ار اس. طب خلينا نفوت على ال1 دي شوف الريزلت اللي عندي. هلا اول ريزلت بيهمني هي الاس باراميتر، رح يقول لي انت انا كان بدي اعمل هالهيلف ويف لينكس على 2.5 جيجا هرتز. ملاحظ انه طلع معي هون بين ال 2.3 وال 2.4. بعمل رايت كليك شو اكسس ماركر، انا كان بدي اياه هون مش مزبوط اصلا، كمان منه تحت الماينس 10 دي بي. طيب كيف انا بدي اغير وخليه يكون اضبط من هيك؟ في شيء اسمه تيوري نحن اخذناه هو لامدا اوفر 2، بالحقيقه ان براكتس هي مانا لامدا اوفر 2، هي لامدا مضروبه بفاكتور اصغر مشان كبر الفريكونسي، لانه المعادله هي لامدا هي سي اوفر اف، فانا لما بدي كبر الاف بدي اصغر الفريكونسي، فرح اضربها ب 0.46. هذا الفاليو الجديد انا بالموديلينج بفس على المونوبول، رح يقول لي بدك تلغي الريزلت القديمه، رح اقول له اوكي. بدي يقول لي اذا بدك تعمل ابديت للباراميتر بس اف 7. هلا بقول له سيميوليشن ستارت سولفر ستارت للماينس 13 دي بي. هلا عم يعمل لي كالكوليشن عن جديد. اذا ملاحظ هلا عم يعملنا الكالكوليشن
انا من قبل وقت خلقت هول الباراميتر خلقتهم كرمال هدف معين، انه انا لما بدي اغير الباراميتر مش مضطر غير كل باراميتر بقلب الانتن اللي انا عامله، او الغي انتن واعمل واحد غيره لاني انا بدي اغير شوي باراميتر. لا، انا هون بغير الباراميتر بفس F7 وبلغي الريزلت القديم اذا كان بدي، بفس F7 بيعمل هو لحاله ابديت لكل الباراميتر. فهي طريقة اهين، احلى ما نغير كل باراميتر او نلغي شيء لفينا نغير. خلص السيموليشن، قال لي نشحت السيموليشن، خليني افوت على الاس باراميتر. اذا بنلاحظ هون على الـ 2.5 هي اصغر من 10 دي بي، فيني اذا بدي ارجع ردها لورا شوي بس ما بيأثر، مهم انا عند الـ 2.5 هي اصغر من 10 دي بي. طب خلينا نعمل show measure line، تفس رايت كليك هون بيعمل show measure line، خلي عندي هول اللاين، خليني انا اقرب لهون، نزل هيدا لل 10 دي بي اخرها هون، خلي هيدا على 10 دي بي هون 10 دي بي، بقرب هيدا لهون هيدا لهون. انا بقدر من هون شوف الريزلت هي بين هاي الفريكونسي وهاي الفريكونسي، بيكون عندي اصغر من ماينس 10 دي بي، فبقدر انا بهالباندوز اعمل الابلكيشن تاتي تاتي الدايبول تمشي من هالباندوز من هالفريكونسي لهالفريكونسي، وهي هي الباندوز تاتا. فبتمنى تكونوا استفدتوا من هالهيلف اوف لينكس ديزاين يوزنج سي اس تي سوفت وير، وبتشكر حضوركم ومشاركتكم للفيديو. إذا كان عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك أو شير لماي شانل. Thank you for watching.